السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الأنهار والمياه التي تصل إلى منازل المدنيين في جنوب العراق، وذلك ينذر بخطر جسيم. في العنوان الثاني: حملات دعم وإغاثة من أهالي المحافظات الغربية والوسطى لأبناء البصرة بسبب أزمة المياه. وفي عنواننا الثالث: مظاهرات واعتصامات في محافظة البصرة رفضا للعملية السياسية ولفساد الأحزاب الحاكمة. وفي آخر العناوين: وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة قاتلي المواطن حارث السلمي في محافظة البصرة. أهلا بكم. انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الهارثة بمحافظة البصرة يظهر فيه معاناة مزارعي وفلاحي البصرة وتهجيرهم من أراضيهم وجعلهم عاطلين عن العمل بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك. فلنشاهد. السمك هذا مطينا قارخة، راح اصور ذاك الماي السمك الماء. هذا مبين والله. يعني ادري وين يروح، هاي الناس هاي على باب الله. 14 ونص الله يرضم، حتى الحيوان هذا كله ميت؟ كله ماي مالح؟ حتى الحيوان ما فرغ من الحكومة. على فرق. شو تقول حميد؟ هذا بني وسلفار؟ ايش قد الملوحة اليوم؟ 14. نبقى في هذا الملف. ماء بطعم الصدأ، مقطع من منطقة أبو صخير في محافظة البصرة يظهر فيه الماء الواصل إلى منازل المدنيين. دعونا نشاهد. شبيه طعم الزنجار، ما يطعم الزنجار. طعمه خيس. يوم طعم الخيس، يوم طعم الزنجار. طعم الكاكاو. شبيه كوش ما. يوم طعم الكاكاو. تفضل حكومتنا الرشيدة. نكمل في هذا الإطار. مواطن يوثق كمية الترسبات الطينية والطحالب في خزان مياه منزله المرتبط بمياه الإسالة، وذلك طبعا أثناء عملية إدامة الخزان. شوف التانكي. يلا بالله. جاي يسوي تانكي تانكي. شوف الطين هذا، تم الغسل والله. هذاك بعده. ها والله شوي شوي كاظم. وخر يدك وخر حبيبي. يلا والله. هاي تانك ياسمين، هذا الماي. يلا الطين، طلع الطين بيدك، طلع طلع والله. شيل شيل الطين، شيل الطين بيدك. هذا 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 هنا اللي هنا، هذا شيل 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 شيل. اي تلعبوهي. لا 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 بيخالف كارم، تحمل تحمل. اي طلع طلع طلع. عبالي تلقى طلع، هو الطين مال الحكومة عادي بوخت. ها؟ طلع طلع مال الحكومة بوخت، ما يسوي شيء. يعرف الحكومة. اي اي لا يلا شيل. ها اخي يلا ما الحكومة ببخت. مشروع مياه منطقة البراضعية يوقف ضخ المياه للأحياء التي يغذيها بعد العثور على طحالب سمية من خلال الفحوصات المختبرية، ما يؤكد انتشار التسمم واتساع التلوث بشكل كبير في محافظة البصرة. قضية تتعلق بإيقاف الضخ، لأنه وجدوا في مشروع ما منطقة البراعي اللي أنا حالياً فيه موجود، وجدوا بعض الطحالب السامة حسب الفحص المختبري اللي بمشروع الماء اللي موجود بمنطقة البراعي. الآن أيضاً راح يوضح لنا أستاذ حسنين، مهندس حسنين اللي هو مدير المشروع، يوضح لنا هذا الموضوع كصحفيين. تفضل أستاذ حسنين. أستاذ حسنين، انتشرت انه اغلاق هذا المشروع، صحيح تم اغلاقه لو ايقاف الضخ كتوضيح؟ لا الحقيقه مو اغلاق المشروع. نعم. احنا غلق وقفنا الضخ. نعم. مؤقتا لحفاظ على المواطن المصري. عندما ظهور لنا في الفحوصات المختبريه بالنموذج الاول الصباحي. نعم. تكون طحالب سميه.
هذا اليوم اكتشفته. اليوم اكتشفنا نعم. ما موجودة من أيام لا. اليوم اكتشفته. الحد آخر فحص أمس ساعة بالوحدة الظهر. طيب. اللي متعودين يعني ينتظر عندنا نتيجة ساعة بالوحدة الظهر ثلاث فحص. طيب. مع النهاية الطحالب السموية. اليوم أول فحص سحبوه المختبر المركزي. نعم. ظهرت عندهم هاي الطحالب السموية فبلغوني فرأس بادرنا بإيقاف الضخ. شكرا لك. شفت التوضيح. احنا باختصار هذا الفيديو بس خد توصل الرساله لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الوزيرة الصحه، للقيادين الكبار اللي يردون ياسسون الحكومه. ترى واقع البصره جدا سيء اليوم. هذا المشروع من وجدوا الاخوه المهندسين هنا موضوع وجود بعض الطحالب السامه، اضطروا انه يوقفون ضخ المياه لانه يخافون على المواطن البصري. فيا ترى رئيس الوزراء وباقي المسؤولين اللي موجودين توصل لهم هذا الرسالة لو ما توصل لهم؟ خلي يجون يشوفون ماء شط العرب شنو اللي بيه، خلي يجون يشوفون التلوث اللي موجود. هذه باختصار هذه الرسالة خد توصل للمسؤولين. الجواب هو بالطبع تصل هذه الرسائل إلى المسؤولين وهم يعلمون جيدا كيف هو العراق وكيف يعيش العراقيون في ظل هذه المأساة من الناحية البيئية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأمنية والصحية كذلك. هم يعلمون هذه الأمور، لكن لو كانت هناك رغبة حقيقية لدى هؤلاء السياسيين منذ 2003 وحتى هذا اليوم، لو كانت لديهم رغبة بالإصلاح الحقيقي والإعمار لهذا إعمار هذا البلد بشكل عام وبناء واستقرار وحياة كريمة وحياة مرفهة ويتمتع المواطن العراقي بماء صالح للشرب، ماء نقي، بكهرباء متوفرة، لوجدنا هذا الموضوع بدأت ملامحه منذ أول يوم تشكلت به أول حكومة في هذا البلد بعد الاحتلال. لكن هناك إرادة قد تكون خارجية، قد تكون داخلية، قد تكون رغبة الفاسدين أو رغبة من جاء بالفاسدين أن يظل العراق بلداً مدمراً منهاراً بكافة مجالاته ونواحيه وأن لا ينهض بيوم من الأيام. ما نتابعه في محافظة البصرة مثال من أمثلة كثيرة عانى منها الشعب العراقي، كقضية مياه أو قضية كهرباء أو قضية وظائف أو دمار حل بمحافظات دمرت عن بكرة أبيها. ولكن العراق يظل شعبا واحدا مهما حاول هؤلاء. لذلك بدأت المحاولات من قبل أهالي المحافظات الغربية والشمالية والوسطى بمساعدة أهالي محافظة البصرة عن طريق توفير تبرعات بمياه معقمة نقية تصل إلى المدنيين. أول قافلة من قوافل تبرعات المياه المعقمة التي أرسلها أهل الأنبار إلى البصرة وصلت المدينة وتم المباشرة بتوزيع المياه على السكان. فنشاهد الانبار بعد جاي يوزعوني نانا كل بيت سيتين. عم الله عليك. ام والله من الانبار هذه. نبقى في هذا الاطار تحت شعار جسر من الماء من خانقين الى البصره. اطلق اهالي محافظه دياله حمله تبرعات لايصال الماء الصالح للشرب الى محافظه البصره. هری استا دسمان کرد به حلمتی نردنی آو بو شهری بسرا آوی پاکی خواد نوا سرطای ترین مافی مروفا فرمو ایم او که حالات یعنی شهری خانقین دسمان کرد بنا او حلمتا با حالات یعنی شهری بسرا وکو هستی که مروفایتی که لگل یعنی دواکان این لفت شهری خانقین بشداری بودن حمله كوكنوي او فارنوي لا شاري بصره وكوبا شاري كبير معاناه في البصره. هذه مبادره خجوله وقليله وضعيفه جدا لكنها تحمل مشاعر عظيمه وكبيره. الماء هو الحياه والحياه نحاول ان نمنحها من انفسنا الى الاخرين. ندعو أهلنا في مدينة خانقين للمشاركة الفعالة في جمع الماء الصالح للشرب من أجل إرسال الماء للبصرة، وهذه حالة إنسانية وعلى الجميع المشاركة. فليبدأ الحملة من اليوم والعصر في مكتب كرندي من يستطيع إيصال الماء لنا. شكرا من أجل عطاش أهل البصرة نعمل في حملة تبرعية وحملة بسيطة جدا من أجل أهالي البصرة الكرام، وهذه حملة متواضعة إن شاء الله نقدمها وتنجح إن شاء الله.
ونتابع أيضا بنفس الموضوع، مواطن من بغداد قام بتوزيع المياه على سكان المدينة، مدينة البصرة، وأكد وجود تبرعات واسعة في الفلوجة لإغاثة المدينة. دعونا نشاهد. البارحة نزل صور على مواقع التواصل الاجتماعي العوائل والشباب مسمى بسبب المي. احنا من بغداد الساعة بثنتين بالليل جانا اتصال من الدكتورة سهام جرجي سمكارو، طبعا هي تشتغل مدنية، تشتغل يعني تبرعات للعوائل المناطق المنكوبة، كلفتنا نطلع الساعة بالثلاثة بالليل، انطلقت من بغداد وصلت اليوم الساعة بالعشرة الصبح، شرينا لوري كامل مال مي وديناه المناطق، انا ما اعرفه طبعا، ساعدني الاخ علي بس ما يقدر يطلع بالصوره من الاهالي البصره، شو اسم المنطقه نسيتها، وديتها للقبله وزعتها لوري كامل، فقط بزني قالوا قلت لهم الساحه في الاعتصام، انا ما اعرف العدد ايش قد، بس بنفس الوقت يعني اكو شباب من الفلوجه البارحه بالليل اتصلوا بي قالوا احنا نريد نجي للبصره نجيب مي، يعني مع الاسف يعني هاي البصره ام الخير ام النفط والله العظيم القارب، يعني اطفال يركضون ورا لوري كل شيء ما عندنا اخويا، انا لا هسه كل عندنا الاكل، بس قلاص مي يعني والله عيب عليهم، قلاص مي طفل عراقي ما صايره حتى بالكاوليه، كل بلدان العالم انا افتريت لا خليتين لا افغانستان لا الصومال لا افريقيا، كل الدول الفقيره هذه البصره من النفط، هذا المي اللي يوزعوه بالبصره خليه يسمع كل العالم، الحيوان ما يشربه، الحيوان اذا تطياه يموت، ينطون العراقيين بالبصره، البصره ام الخير. وخلي يشوفون العالم كله بعينه، البصرة اليوم تتحسر على قلاص المي، فمو شريف ومو عراقي المي ينتفض ويطلع، مو شريف، واحنا بخدمتكم، احنا بخدمتكم، انا طالع من 3 الفجر وجاي للبصرة هسه راح ارجع البغداد. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، هذه المبادرات، هذه الحملات، يعني تخيلوا معي مدينة كالفلوجة ضربت منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، تضرب وتعاني وتعرضت لحصار وضربت بأسلحة محرمة دوليا، وهجر أهلها ودمرت المناطق المحيطة، محافظة الأنبار وغيرها من محافظات أخرى، وهم بأمس الحاجة إلى دعم ومساعدة، لكن مع ذلك لم يتخلوا عن أبنائهم إخوانهم الموجودين في محافظة البصرة. وجدنا تبرعات واستمعنا إلى هذا الكلام الذي يثبت أن هناك أصل لكل عراقي، أن هناك واحد، شعب واحد، شعب موحد. عندما نرى محافظة الأنبار ونرى مدينة الفلوجة المدمرة تبادر بتقديم مساعدات، هي طبعا ليست بكبيرة لكنها لها معنى، لكنها لها قيمة وتأثير، أن تذهب إلى محافظة البصرة لدعمهم في نكبتهم، باعتبار أن المحافظة أصبحت الآن محافظة منكوبة. طبعا ننتقل إلى، طبعا نبقى في البصرة ولكن إلى موضوع آخر، تجدد المظاهرات الجوالة الليلية في محافظة البصرة ومتظاهرون يرددون هتافات ضد السياسيين في حي الجزائر وسط المحافظة. نبقى مع المظاهرات الليلية في شوارع البصرة، المتظاهرون يجوبون الشوارع ويجددون ربضهم للعملية السياسية.
الجملة الأخيرة التي استمعتم إليها في هذا المقطع أهم وأقوى من عشرات الآلاف من الخطابات السياسية، من مئات الآلاف من الخطابات الدينية. يعني هناك أهم وهناك المهم. الأهم هي حقوق المواطن، هي الحياة الكريمة، هي الأمان، هي الرخاء، هي الاستقرار من كل النواحي، هي الحياة الصحية، الحياة البيئية النظيفة السليمة، هي تربية مجتمعية وتهيئة مجتمعية لأجيال قادمة بشكل صحيح سليم بعيدا عن الدم والقتل والميليشيات وغيرها، هي قضاء عادل، هي مستشفيات نظيفة، مستشفيات تهتم بالمرضى، هي تعليم يؤسس أجيال بشكل صحيح، هي مساجد لنشر الثقافة الدينية دين الإسلام بشكل صحيح وليست لأغراض أخرى لتحشيد طائفي أو غيره. هذه هي أهم ما يمكن للإنسان أن يتمتع به. ثم نأتي إلى المهم، الزيارات الدينية وغيرها. ولذلك هذه الجملة كانت أقوى من ربما 100 خطاب طائفي أو عشرات الآلاف من الخطابات الطائفية التي انتشرت في العراق. هذه الزيارة نرد حقوق بعدين نزورك يا حسين. عموما ننتقل إلى موضوع آخر، تجدد مظاهرات شباب الهوير أمام المجلس البلدي للناحية للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهر حارث السلمي، فلنشاهد. دمك ما يضيع، دول احنا خوانك، دول احنا خوانك، دول احنا خوانك، دمك ما يضيع، جرحك ما يلتم، جرحك ما يلتم، دمك ما يضيع، دمك ما يضيع، قدم حكومة، قادات المجلس، نهاب المجلس، كل الأحزاب، مجلس نهاب، كل الحكومة، ودمك حار، اطردوه اطردوه يا شعب هذا الحاكم، اطردوه اطردوه يا شعب هذا الحاكم، اطردوه اطردوه يا شعب هذا الحاكم، اطردوه اطردوه يا روح الحاكم. قيادة العمليات في يومنا هذا بعد الاستشهاد تقول أن القوة التي قمعت وقتلت الشهيد لا نعلم بها من أين أتت. أهلا بكم بفقرة آراءكم. طبعا المظاهرات التي تحدث في العراق ليست الآن، أقصد المظاهرات منذ بدأ الاحتلال وحتى هذه اللحظة تتعرض لقمع دائم مستمر لا يتوقف، إن كان قمعا حكوميا سلطوي أو إن كان قمعا ميليشياويا محرك من قبل جهات سياسية. عموما تم اعتقال الناشط أحمد الخفاجي الذي اتهم بحرق إطارات السيارات يوم أمس بتقاطع التربية في محافظة البصرة. تم اعتقال هذا الشاب من قبل القوات الأمنية. دعونا نشاهد صور الشاب الذي تم اعتقاله. هذه صورة له أثناء التظاهرات، يعني يبدو أن كل شخص لديه تأثير بشكل أو بآخر يتعرض إلى عمليات تغييب قسري، اعتقال، اختطاف، قتل كما حدث مع غيره من المتظاهرين. نتمنى له السلامة. طبعا دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذه الصور وهذا الخبر. بان تقول غير اتهام بايخ، ليش هو حرق التيارات جريمة أو حرق التيارات جريمة؟ على أساس يخافون على الناس من التلوث الجوي وهم ما بقين شيء مملوثي بالبصرة. في تعليق آخر تهاني تقول حجج واهية يردون يقضون على الناس اللي تنتفض وما تقبل بالواقع المزري للبصرة. لدينا أيضا هشام الحمداني يقول إن شاء الله تطلع بعوائلهم كل هذا الظلم، وعباس يقول كل ما يعتقلون نزيد، كل ما يعتقلون نزيد. ربيع أو رابي عموما لا يوجد جيش أو شرطة، أكثرهم ميليشيات إيرانية تابعة للأحزاب وكلهم دمج برتب مزورة لغرض سيطرة إيران على العراق. ولدينا في آخر التعليقات لهذا اليوم أم رقية الله ينتقم منهم، كلمة الحق عندهم حرام ويحاسبون عليها، بس اللي يسوونه بالشعب من القمع والسرقة وأبسط حقوقنا ضايعة، حلال عليهم، كافي ذل، الله ينتقم منكم واحد واحد. لم يعد يتحمل الشعب العراقي كل هذا الظلم وكل هذا القمع، لكن يبدو أن هناك رغبة بالتغيير وتحتاج هذه الأفكار إلى أن تترجم على أرض الواقع بشكل صحيح حتى يحدث تغيير حقيقي. نراكم بعد قليل.
بفقرة الهاشتاج الموضوع اليوم هو عراقي مرتبط بإيران، مخطط إيراني لتدمير البصرة. كان هذا الوسم الذي انتشر على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وتفاعل معه العراقيون. علي الشمر يقول: البصرة تدفع ضريبة حرق صورة خميني وهتافاتهم ضد إيران، فاليوم إيران تبث سمومها في البصرة. سامح يقول: إلى متى نرضخ لأهواء ومخططات الدول؟ بعد ذهاب خور عبدالله للكويت، الآن دور إيران في تدمير ما تبقى من تلك المحافظة، والغاية ضرب الاقتصاد بعد العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران، أم تدمير تلك المدينة المزدهرة والممتلئة بخيرات شتى واقتصاد البلد مرتبط بها. لدينا في تغريدة أخرى عبدالله الدوسري يقول: مدينة الغالية البصرة، كم غازي وكم محتل حاولوا ينتهوا من هذه المدينة، ذهب هؤلاء الغزاة والمحتلين وبقت أي البصرة. في آخر تغريدة عمر الجميلي: والله إذا الشعب يسويها ويطلع مظاهرات مليونية بدل الزيارات المليونية أرفع لهم القبعة، ولو الإمام الحسين عليه السلام حي يرزق فلا يرضى بالذل، فكيف بشعب لديه ما يسمى مليونية العشاء أو العاشر من محرم والأربعينية ولا يستغلها للمطالبة بأبسط حقوقه؟ هذا سؤال وجيه ومهم للغاية. هل ستستغل هذه الزيارات؟ وكما قيل في المقطع الذي عرضناه قبل قليل، هناك أولويات، هناك حقوق ضائعة يجب أن تعاد إلى أصحابها، ثم بعد ذلك نركز على الزيارات الدينية ونتفرغ لها، لكن حقوق الناس، الأطفال، النساء، الأرامل، المعتقلين وغيرهم، رجال وشباب، هؤلاء لديهم حقوق ضائعة في العراق، هل سيلتفت لها؟ نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. نتابع بفقرة بعد الهاشتاج أول موضوع لدينا، وهو أهم موضوع موجود حاليا في العراق، موضوع تلوث المياه في محافظة البصرة. طبعا هذه كارثة من مجموعة كوارث تعرضت لها المدينة، دعونا نشاهد. وقرم يبكون، ما عندهم فلوس، وين يروحون؟ أين الصحة؟ أين قلونا وين نروح؟ من الحزن إلى شيء من الفرح، نتابع الرباع العراقي صفاء الجميلي حاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.
وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.